سحاسيام كوم اللي نتكلموا على ماده يسموها الطاقه الفارغه اني كالوري فيد. كل ماده غذائيه مدنا بلي كالوري بالمقابل فيها حتى فايده، اي ما فيهاش مثلا فيتامينات، ما فيهاش المعادن، ما فيهاش الالياف، ما فيهاش البروتينات، نسموها طاقه فارغه. ناخذ مثال القلب، اللوز، الزلابيه، الكازوز، عصير التاجر، بعض الحلويات فيها كميه كبيره من الطاقه من السكريات. واحد مدنا هذه المواد الغذائيه يعني لي كالوري بشكل كبير في رمضان، وقد سببنا مشاكل يعني صحيه في رمضان وبعد رمضان. مثلا في رمضان تمدنا فقد الشهيات، تمدنا يعني بعض الاسهال، الم في المعده. وبعد رمضان ممكن الانسان يزيد في الميزان تاعو، يطلع الدهون الثلاثيه، يبان له مرض السكر. يعني هذا نقولوا هذه النقاط الاعتدال في تناول هذه الاغذيه ذات الطاقه الفارغه. حنا باش ما نملعوش عليكم، لكن مادام فيهم متعه الذوق نقول لكم كميه معتدله، اما تكون عباره عن طريقه عن التحليه او تكون عباره عن كميه معتدله في سهره رمضان. صحه فطوركم.